أعزائي المشاهدين متابعي أبو كبير ميديا، طبعا النهاردة في محافظة أسيوط وأول نبات بدون تربة بديل للأعلاف في محافظة أسيوط بدون تربة، حاجة سحرية. إيه التفاصيل؟ إيه الموضوع؟ تعالوا معانا نشوف قصة هذا النبات السحري الذي ينشأ من الماء وليس من التربة، حاجة جديدة أول مرة وبديل للأعلاف. تعالوا نشوف هذه القصة الكبيرة اللي يعني هنستغني عن الأعلاف بتلك النبات اللي يعني بنستخدمه علف للدواجن والطيور اللي عندنا في البيت. ابدأ عرفنا بنفسك وقول لنا إيه قصة نبات الأزولة اللي هو بديل للأعلاف. السلام عليكم، انا اسمي علي عبد المجيد من جمعيه بادر لتنميه الصعيد بمركز ساحل سليم باسيوط. احنا النهارده معانا نبات الازولا، النبات المائي اللي هو بديل للاعلاف الموجوده في السوق، نبات اعلاف طبيعيه. نبات الازولا هذا يمكن سهله جدا على انه اي حد، اي ست في البيت انها ممكن تعملها وتعمل مكان تربي فيه نبات الأزولة وتستغنى عن الأعلاف الموجودة بالسوق، أو بنسبة 50% من الأعلاف الموجودة بالسوق و 50% من الأزولة، عشان نقدر إن احنا نكفي كمية التغذية الخاصة بالدواجن والطيور والحمام والماشية والحاجات دي. طبعا الفترة الأخيرة كانت في مشاكل كبيرة جدا في موضوع الأعلاف والكتاكيت لكن احنا في الوقت الحالي لو احنا بدأنا نتوجه الى الزراعة الخضراء وبدائل الاعلاف وبدائل الخضراء واحنا في الوقت الحالي بالنادي بالتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، احنا هنقول هنوجد بدائل، البدائل دي بدائل طبيعية للاعلاف الموجودة. نبات الازولة ده نبات بيتميز ان هو بيكسر او بيتكاثر بكميات كبيرة جدا في اي مكان بيبقى فيه. عملية زراعته او عملية اعداده سهلة جدا. زي ما احنا شايفين احنا المكان اللي احنا فيه ده حوض. حوض غير مستعمل في البيت. تمام. المية اللي فيه هل كله ينفع ان احنا نجيب حوض؟ يعني انا مثلا الحوض اللي شغالين فيه في البيت بيستعموا فيه، هيحطوا فيه المية والكلام ده كله ولا بيستخدموا حاجة تاني؟ اي حاجة موجودة غير مستعملة او انا اعد مكان لو فوق سطح البيت، لو في اي مكان في البلكونة. فوق سطح البيت هنعملها ازاي؟ فوق سطح هنعملها البيت. احنا لو جبنا مشمع وعملنا حاجة كده مربعة. مشمع بلاستيك. مشمع بلاستيك. عشان يحافظ لينا على كمية المية ما تطلعش من الحوض. تمام. وهنبدا ان احنا 30 سم منها ميه. 30 سم ميه. 30 سم من 25 ل 30 او اقل على حسب الميه الموجوده، ويا ريت تكون الميه من غير كلور. يعني ميه من الميه اللي هي الجاري كده. ميه نظيفه. طب في حد من اللي بيعلقه بيقول لك ان هو اسمه العديز بينشا فيه مياه الصرف الصحي. لا، بس العكس، انه ده الازوله ده حاجه طبيعيه. الازوله في بعض الاماكن في اللي هي بتتربى في اماكن. كمل. لو احنا في سطح مشمع، بعد كده نحط طبق تربه خفيفه فيه ميه من 15 ل 20 لحد اقصى 30 سم ميه. بعد كده هنجيب الازوله. الازوله هتبقى الشكل. الازوله بتتداب ازاي؟ هل بتتداب على حسب المساحه اللي انت محتاجها. يعني كل مساحه هتبقى محتاجه مثلا كم معايا. الكميه لا تقل عن التلت في المكان اللي انا هعمل فيه عشان تبدا تتزايد. يعني المساحه اللي هجيبها ايا يكن، مساحه فوق سطح البيت في اي مكان، في بلكونه، في ارض زراعيه، في المساحه احطها ازوله. هي هتبدا تتكاثر. في المتر في متر في خلال يوم او الثاني بيديني حوالي كيلو. يعني المتر في متر بيدي كيلو ازوله في خلال 3 ايام بالظبط. خلال 3 ايام. الفدان في اليوم الواحد لو احنا هنزرع على مساحات استثمار وحاجات ان احنا نبدا نعملها مشروع تجاري، الفدان في اليوم بيتكاثر بحوالي طن وربع. طن وربع ازوله. فده يعني يمكن بدائل مهمه جدا ان احنا نبدا نتوجه ليها كلنا، ان احنا نزرع الازوله في كل الاماكن. الست في بيتها ممكن هي تبدا تفكر ان هي بدل ما تشتري الاعلاف من اماكن، لا، هي ممكن تعمل احواض تاخد منها وكل يوم. النبات الازوله نبات بيتزرع مره واحده في العمر. مره واحده وهو شغال بيتكاثر باستمرار. يعني دي ميزه من المزايا. ده بنسميه الذهب الاخضر.
او النبات الشيطاني اللي هو بيتغذى على التربه. في الشتاء في بعض المشاكل بتكون فيه موجوده. ايه المشاكل اللي في الشتاء يعني مثلا مع الشتاء؟ كميه التكاثر بتبقى قليله جدا، فدي احنا بنحلها ان احنا الشركات يعني النبات بيبرد شبه ان هو بيبقى ضعيف التكاثر، النمو يعني نشاطه بيبقى في الصيف. نشاطه في الصيف اكتر. وفي الصيف عشان درجه الحراره برضو في بعض الاماكن الكبيره جدا بيحط له، بتبقى في صوب. في ناس كتيره بتعمل صوب للازوله. صوب الازوله. بالظبط، لانه ده نبات، ده استثمار. انت قلت لي ان في فكره تانية احلى من كده واحلى هنبدا نعملها، انك انت يعني الحوض عندي او المساحه اللي انا عاملها استغل القاع بتاع الحوض واديله زرعه سمك. ايه القصه دي؟ القصه ان احنا حاليا احنا في جمعيه بدر حاليا بنعمل مقترح او دراسه جدوى ان احنا هنعمل احواض. الحوض الواحد حوالي 5 في 5 متر. الحوض هيبقى فيه الازوله موجوده، وفوق وفي الازوله نفسه في الحوض هتبقى فيه انواع اسماك بتتغذى على الازوله. نوع معين ولا زي البلطي المصري، زي انواع كتيره جدا. يعني ممكن الحوض اللي انا قدامي ده اللي هو البانيو ممكن احط زرعه بلطي. سمك بالظبط. يبقى من تحت السمك ومن فوق اللي هو الازوله. كده. طب هو ممكن يتغذى على الازوله ولا؟ هو بيتغذى على الازوله. الازوله هي يعني البلطي نفسه بيجد اللي هو الازوله غذاء كويس جدا ليه. وفي بعض المشروعات معموله بالاشكال دي بره مصر، واحنا زرنا اماكن يمكن موجوده فيها الازوله. يمكن في العراق نفسها في بعض الاماكن اللي موجوده بتزرع الازوله، بس هم بيفضلوا الازوله المصري. الازوله المصري اكتر في التكاثر، يعني سريع في التكاثر. ودي احنا اللي احنا بننادي فيها حاليا، ان احنا نتوجه الى المشروعات الخضراء. مش لازم احنا نكون معتمدين على بدائل عاديه، ان احنا عشان نوجه مثلا نبدا نربي مثلا طيور. الستات المنازل اللي هم في الريف الموجودين في الاماكن البسيطه هم محتاجين ان هم حاجات توفر في الدخل. تمام. توفير الدخل بالنسبه لها ان انا اوفر في شراء الحاجات اللي انا هجيبها من بره. تمام. اول حاجه ان احنا نوفر فيها في الدخل اللي هي بنقول فيها الامن الغذائي. الامن الغذائي ان احنا اوفر في الاعلاف. تمام. مفيش بيت من بيوت الريف ما فيهوش طيور. تمام. ما فيهوش حمام، ما فيهوش دواجن، ما فيهوش ماشيه، لانه هي الحاجات دي اللي بتتغذى حتى وبتعمل نظافه للاماكن. تمام. فاحنا حاليا نبات الازوله هو هنعمل مبادره كبيره لزراعه الازوله. مين اكتر ناس تواصلت بيك وقالت لك عايزين ننفذ الكلام ده على حاجه كبيره ونفذت؟ كتير جدا. يعني يمكن امبارح كان في حد في ابنوب هو ده اخد الفكره كامل، وان هو هيبدا يعمل مشروع متكامل على صوب لزراعه الازوله. في اسيوط بعض المهندسين اللي هم مهتمين تواصلوا معانا ان هم هيساعدونا في الفكره، ان هم لو في اي دعم فني محتاجينه منهم هيبداوا يتواصلوا معانا. احنا عاد من ناحيتنا في جمعيه بادر لتنميه الصعيد في ساحل سليم احنا هنبدا نعمل مبادره لزراعه 100 حوض من الازوله للسيدات في مركز ساحل سليم بتمويل كامل بدون اي تكلفه ومنحه غير مدفوعه. يعني دعم ستات البيوت. اللي بيسأل يا جماعة العنوان فين؟ احنا في محافظة أسيوط وتحديدا مركز ساحل سليم، احدى الجمعيات، جمعية تسمى بادر، وهم اللي عاملين الموضوع وهيوسعوا على اوسع نطاق. يعني انت بتقول لي ان في مبادرة ان احنا نخلي حوض لكل بيت. بالظبط. احنا هنبدأ عشان احنا لامسين مشاكل ارتفاع الاعلاف. تمام. لامسين انه في مشكله حاليا في اطعام الكتاكيت، ودي خلت ارتفاع في اسعار الفراخ الابيض وكده. طيب احنا في عندنا اقراض، والاقراض الموجود في الجمعيه اقراض عيني. بنعمل اقراض بط للسيدات في قريه العونه واللوجه والقرى في مركز في القرى المجاوره. طيب الستات محتاجين اعلاف عشان يغذوا الطيور اللي عندهم. احنا هنبدا نساعد الستات دي ان احنا نعمل احواض ليهم بمنحه من الجمعيه بدون اي تكلفه، عشان الستات تكون نماذج. النماذج دي نماذج مضيئه لكل الناس ان هم يبداوا يحزوا حزهم ان هم يبداوا يتوجهوا الى الاعلاف الخضراء. يعني والاعلاف انا افهم بالطريقه دي، اولا ده حاجه طبيعيه ومش هتكلفني خالص. النتيجه هتكون ان انا لما العلف بالطريقه دي
بيديني واخد بالك ان الطيور البلدي بتنتشر بشكل كبير وغير مكلفه والسعر بتاعها هينزل. وانا كده بحافظ على الامن الغذائي الموجود في الدول اللي احنا فيها، لان احنا من اكتر المشاكل اللي هي بنتصدى فيها الصمود والتكيف مع التغيرات المناخيه مشاكل الامن الغذائي. فاحنا بننادي ان احنا لازم نتوجه لل يعني احنا بالمشروع ده بنقول للفراخ والمشروعات دي هتنزل سعرها، يعني إن الناس شاء الله. كده في الشغل يعني زي ما بقول كده الغذاء بتاعها والفراخ والطيور نقول اسعارها هتنزل لو انتشر لو المشروع المجاني ده. بالظبط، لو كل ست في البيت ربت طيور وربت بدائل ان هي تشتري من اماكن الموجوده فيها الفراخ والبط والحاجات دي، والاكتفاء ده عندها اكتفاء في البيت وفي المنزل، اكيد اسعارها تنزل. أكيد الأسعار، أكيد الأسعار هتنزل. طيب طبعا الناس بتتكلم بتقول لك يعني ده بديل للعلف، يعني ده حاجة كويسة. ده طبعا الرسالة اللي بتوجهها في آخر كلامك بخصوص المشروع ده، نفسك في إيه؟ يوصل لفين؟ أنا نفسي إن إحنا يعني كل الجامعات الأهلية الموجودة في مصر وخاصة مش شرط في الصعيد، جامعات بشكل عام، يعني لأن ممكن هي يكون أنا الأقرب للناس وهي الأقرب للمستفيدين في كل الأماكن. إحنا نبدأ نوصي الناس ونبدأ نعمل لقاءات ونبدأ نعمل تجمعات إن إحنا نوجه اتجاه الناس إلى المشروعات الخضراء، المشروعات البديلة، السيناريوهات اللي هي ازاي توفر لنا بعض الحاجات الخاصه بالاعلاف. ده كمان هو بيطلع على الميه من غير تربه، يعني مش انت بنفسك شويه خالص. الميه تحطهم وهو بيزيد وهو لوحده، بيتغذى على الميه. انا بس كل شويه لو لقيت الميه بتنقص بعمل اضافه. فدي ويعني احنا في بعض الاماكن بيستخدم الازوله كعمليه زراعه اسطح، لان هو برضه الشكل الجمالي للازوله هي والشكل الاخضر كده تبقى فيها شكل كده شكل حلو. فاحنا ممكن ابقى عندي زراعه اسطح من الازوله. في ناس بتعلق معانا وتقول لك ده هو العديس. في فرق بين العديس وبين ده؟ لا، ولا هو وده على ميه نظيفه؟ ايوه بالظبط، هو الازوله ده احنا ممكن نزرعها او ممكن نعدها في اكتر من ماء وفي اكتر من طريقه. يعني احنا ممكن نعمل الازوله في محلول بطريقه حلوه خالص وبطريقه كويسه، ونقدر نستخدمها في بعض المأكولات والحاجات. لكن احنا حاليا احنا بنتكلم على مشكله الاعلاف، وبنتكلم على ان احنا عاوزين بدائل للاعلاف اللي هي ارتفعت ارتفاع كبير جدا. الناس بتسالك لو عايزه تجيبه في اي محافظه، في اي مركز، في اي مكان، موجود. تجيبه ازاي؟ يعني مثلا انا عارف ان هو وزاره الزراعه في القاهره عندهم مركز خاص بالحاجات اللي هي زي الازوله وزي النبيت الشعير المستنبت، زي الحاجات دي موجوده وبيوزعوها وبكميات كويسه. وبرضه يعني احنا اللي ساعدنا في القصه دي الدكتور سمير محمود صالح، ده استشاري في معهد المناخ. هو اللي بدا يوجه افكارنا ليها، وهو اللي جاب لنا اول زراعه ليه، وبدا هو يساعدنا فيها. شفنا حد بيسال، شفت الطيور مطبق الكلام ده ببيتك؟ الطيور او زي ما اقول كتاكيت والكلام ده كله بياكلوا من الازوله؟ بياكلوا من الازوله، بس هو في بعض الطيور ممكن اجفف الازوله ليها، وفي بعض الطيور ممكن تاكلها بالشكل الاخضر زي كده. ما هي كده على الميه. يعني بالظبط. فانا ممكن الست نفسها او صاحب المشروع هو يشوف مثلا لو هي اتجففت افضل ولا هي اخضر افضل. في كلا الاحوال انت معاك، يعني في كلا الاحوال معاك. عايز تجفف هتاخد الكميات وتجففها وتوكلها للطيور، عايز طيور بتاكله كده هو على الميه زي الفل، اللي يريحك وتشوف بيه الطير بياكل ازاي. يعني احدى المشروعات الجميله والحلوه اللي يا ريت هتخفف عننا عبء كبير جدا وببلاش ومجاني وزي الفل. ليه من يعني المشروع ده ما ينتشرش، وليه المشروع ده ما يكبرش بطريقه كبيره، بحيث ان احنا خلاص ما نقولش هم قصه ان انا اشتري علف. صحيح. ونشوف النتيجه بعد كده، ان الفراخ اسعارها تنزل، اسعار مش عارف كل الاسعار اللي احنا بنعاني منها من الطيور هتلاقيها نزلت، لان كان السبب الرئيسي الاعلاف، وادي ندبنا البديل لعلف الطبيعي. اشكرك على هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق. شكرا اعزائي المشاهدين، كنا معكم من محافظه اسيوط.